أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى
فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء إن الله كان غفورا رحيما لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما تسليما من المؤمنين رجال
من المؤمنين من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم يا رب يا رب يا رب إن الله كان غفورا رحيما من المؤمنين من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين المنافقين إن شاء أهو يتوب عليهم
إن الله كان غفورا رحيما. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، فمنهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم. إن الله كان غفورا رحيما. ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا. Mm-hmm.
وكان الله على كل شيء يا أيها النبي يا لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها كن وأسرحكن سراحا جميلا وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما يا قل لأزواجك يا أيها النبي قل لأزواجك إن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين
وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما يا نساء يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا يا نساء منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نوتها ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نوتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما
يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي وقلن قولا معروفا وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة الله
حاضر حاضر يا رب. وأطعنا الله ورسولك إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. حاضر يا رب. ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا. وقرن في بيوتكم ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات. إن المسلمين والمسلمات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات.
والخاشعين والخاشعات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وكذا يا إخوة الإيمان والإسلام استمعنا من آيات الله البينات تلا علينا ذلكم العلم القرآني الإذاعي نجم القراء بمصر والعالم الإسلامي كله فضيلة القارئ الدكتور محمود محمد صابر القارئ باتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي والعالم الإسلامي كله المقيم بالمعالي مركز مني القمح بمحافظة الشرقية مخازن الفراشة الكبرى قصر الضيافة المتنقل في جميع أنحاء الجمهورية والخدمة الفندقية الممتازة إدارة أولاد عجلان المقيمين بشرشابة الإذاعة الصوتية والأنوار الكهربائية إدارة أولاد أبو حسين المقيمين بشرشابة. أخي المعزي الكريم شكر الله سعيكم جميعا.